هكذا هي طقوس الغضبة، العادة القديمة التي تحمل في مضمونها قيم المحبة والتضامن والتلاقي. فهي كلمة أو عادة متجذرة جذور النخيل في أرض هذه المنطقة. كل قصر المنصور برجاله ونسائه وأطفاله، العائلات القديمة التي عقدت عهدا بينها وبين تيط، فإنها تنتقل كلها إلى تيط. عندنا بقى نقلعوا من هنا ان شاء الله السبعه، نقلعوا من هنا مع السبعه ديروا الفاتحه وختم القران وان شاء الله ونطلعوا. السلام عليكم. الغضبه كانت في الاصل خلافا حدث قديما بين بعض العائلات، ولكنه تحول ومع مرور الايام الى عاده صهرت في بوتقتها كل معاني الخير والتالف والتواصل وحتى المصاهرة. قديما كانت وسائل النقل تقليدية بين أقبل وتيط، واليوم أصبحت مسافة الرحلة رحلة المحبة والسلام تقطع في ظرف وجيز. هنا بتيط يلتقي الغاضبون، ولكنه غضب ليس ككل الغضب، إنه غضب الفرحة والمحبة والسلام والتضامن. هذه الغضبة نديروا فيها فرحة، ونديروا فيها ملاقاة، ونديروا فيها ونسة، ونديروا فيها ماكلة، هما فرحين بنا وإحنا فرحين بهم. الله يثبت لنا وليهم الإسلام. نقراو عليها سلكة صدقة. الوالدين دوك اللي خلاونا مجموعين هكذا. تبارك الله بسم الله، هذاك عندكم غير الخير العافية. العائلات المعنية بتيط ولمدة 5 أيام تستقبل العائلات القادمة من أقبلي، على أن يحدث العكس في المرة القادمة. وخلال هذه المدة يعيش قصر تيط على إيقاعات جميلة تمتزج فيها القيم الدينية السمحة بالعادات الأصيلة في جو من البهجة والأفراح بلا قلق ولا غضب، حتى وإن كان اسم هذه العادة هو الغضبة.